شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كان حديثنا حول عالم الآخرة. وقلنا إن أول مرحلة الطريق إلى هذا العالم هو مرحلة الاحتضار، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الموت. الموت ضرورة حتمية وسنة إلهية لا يمكن أن يشذ عنها موجود من موجودات عالم الإمكان. القرآن الكريم يشير إلى قضية الموت ضمن إطارات ثلاثة: الإطار الأول الموت ضرورة حتمية لجميع البشر، الله تعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول أيضا: إنك ميت وإنهم ميتون. الإطار الثاني، ولعل هذا الإطار أعم
من الإطار الأول. الموت ضرورة حتمية لكل ذي نفس. الله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. لعل كلمة النفس في هذه الآية الكريمة تشمل الكائنات الأخرى التي لها نفوس أيضا، مثل عالم الحيوان مثلا. الإطار الثالث، وهو أعم وأشمل من الإطارين المتقدمين، الموت ضرورة حتمية لكل شيء. الله تعالى يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. كلمة الشيء أعم الأشياء ولا يشذ عنها موجود. كل موجود فهو شيء، وكل شيء فهو موجود، وكل ما لا يكون شيئا لا يكون موجودا، وكل ما لا يكون موجودا لا يكون شيئا. كل شيء هالك، الهلاك بمعنى الموت. ولكن كيف يكون هذا الهلاك؟ وكيف يكون هذا الموت؟ هذا بحث موكول إلى محله. إذن البشر جميعا يموتون، النفوس جميعا تموت، الأشياء كلها إلا وجه الله تعالى وإلا ذات الله تعالى فهي تموت. هذه سنة إلهية عامة. في الموت هنالك مباحث متعددة، نكتفي منها في هذه الليلة بثلاثة مباحث. المبحث الأول: ما هو الموت؟ المبحث الثاني: لماذا الموت؟ المبحث الثالث: لماذا يكره الناس الموت؟ المبحث الأول: ما هو الموت؟ في الإجابة على ذلك هنالك نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية المادية. هذه النظرية تقول: الموت عبارة عن العدم، أو عبارة عن أمر عدمي.
الفناء الكلي، هذا يقال له موت. نحن عندنا فناء محدود. قوة من القوى تضمحل، طاقة من الطاقات تفنى، عضو من الأعضاء يعطل، هذا موت محدود. أما الفناء الشامل والكامل، كل الطاقات تتعطل، كل القوى تنتهي، جميع الأعضاء تتلاشى، هذا هو الموت في نظرة المادي. النظرة الثانية هي نظرة الإلهيين. الإلهيون ينظرون إلى الموت باعتباره نقل من حياة إلى حياة. النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث: وإنما تنقلون من دار إلى دار. هنالك موت وهنالك تعطيل بلحاظ البدن، ولكن بلحاظ الروح لا يوجد هنالك تعطيل، وإنما هو انتقال من نشأة إلى نشأة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: لماذا الموت؟ لماذا نموت؟ الجواب على ذلك في كلمة واحدة: لأننا لم نخلق لهذه الحياة. الغرض من وجودنا في هذه الحياة عندما يتحقق، نحن جئنا لهذه الحياة لغرض، عندما هذا الغرض يتحقق لا يوجد معنى لبقائنا في هذه الحياة. ما هو ذلك الغرض؟ الله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قاعة امتحان، أديتوا الامتحان، ما تبقون إلى النهاية في قاعة الامتحان، يجب أن تخرج. الله تعالى يقول في آية أخرى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. شنو تعملون؟ إحنا الآن في هذه المرحلة، مرحلة ننظر كيف تعملون. شنو نعمل في هذه الحياة؟ فإذا مرحلة ليبلوكم انتهت، بعد ماكو معنى لبقائنا في هذه الحياة. إذا مرحلة لننظر كيف تعملون انتهت، بعد لا معنى لبقائنا في هذه الحياة. إذا أردنا أن نمثل مثال لذلك، مثال واضح، نمثل بالنشأة المتقدمة على هذه النشأة. إحنا في يوم من الأيام كنا في عالم الأرحام،
ولكن لم نوجد في عالم الأرحام لنبقى إلى النهاية. إحنا في عالم الأرحام جعلنا لهدف، عندما ينتهي هذا الأمد ويتحقق هذا الهدف، بعد لا يوجد هنالك مبرر لبقاء الجنين في بطن أمه. إذن في الواقع إننا نموت لأن الهدف من وجودنا في هذه الحياة قد تحقق. البحث الثالث، لماذا يخشى الناس من الموت؟ الجواب على ذلك، وهل يخشى جميع الناس من الموت؟ الأفراد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الملحدون، هؤلاء يحق لهم أن يخشوا من الموت، لأن الموت كما ذكرنا يمثل لهم العدم المطلق. إحنا كل واحد منا عنده حب البقاء، هذه من أقوى الغرائز الموجودة فينا. إحنا نضحي بكل شيء من أجل البقاء. إذا واحد دار أمر بين المال وبين البقاء يضحي بالمال، يضحي بكل شيء من أجل البقاء. ولعله هذه أقوى غريزة فينا. المادي يرى أنه ينتهي كل شيء ويدخل في عالم العدم المطلق. العدم الجزئي مخيف، عدم طاقة، عدم قوة، عدم جارحة، فكيف بالعدم الكلي؟ الماديون يخافون من الموت لأنه يعتبرونه عدما مطلقا. الجنات والمذنبون يخافون من الموت، لأنهم يقدمون على جزاء أعماله. سئل أبو ذر رحمة الله تعالى عليه لماذا نخاف من الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتنقلون من دار عمران إلى دار خراب. واحد لا يحب ذلك. قيل له لأبي ذر رضوان الله عليه فكيف قدومنا على الله؟ قال أما قدوم المحسنين فكقدوم الرجل على أهله.
وأما قدوم المسيئين فكقدوم العبد الآبق على مولاه. العبد الآبق الشارد عندما يؤخذ إلى مولاه كيف يقدم؟ القاتل الجاني عندما يؤخذ ويسلم إلى الشرطة ماذا تكون حالته؟ أما أولياء الله سبحانه وتعالى فلا يخافون الموت من حيث إنه موت. هذه الحيثية مهمة في هذا الكلام ولها تفصيل لعلنا نعرض له في بحث آخر. أولياء الله لا يخافون من الموت لأن الموت عبارة عن النافذة التي يعبرون منها إلى حياة أرقى وأعلى. إذا في يوم من الأيام رأينا أننا نخاف الموت هذا معناه أننا لازلنا في المرحلة الثانية. الله تعالى يقول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. اليهود يقولون نحن شعب الله المختار، من قديم كانوا يتبجحون. إذا حقيقة أنتم أولياء الله فتمنوا الموت، لأن ولي الله لا يخشى الوفود على الله. جبرائيل قال لإبراهيم أو عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام وهل رأيت حبيبا يكره اللقاء حبيبه؟ الحبيب لا يكره لقاء الحبيب. إذا شفنا نخاف أكو نوع من التهيب، هذا معناه أننا لم نتهيأ. إذا واحد متهيئ لا يخاف الموت. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. لا يخاف الموت. أصبغ ابن نبات أو نبات يقول دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد ضربته المعروفة فرأيت وضع الإمام فأكببت عليه وأخذت أبكي فقال لي يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة. واحد يبكي عندما يقدم على الجنة بكاءه. قلت لا أعلم إنها والله الجنة ولكن أبكي لمفارقتنا إياك. لاحظوا المقاتل سيد الشهداء صلوات الله عليه والصفوة الذين كانوا معه في يوم عاشوراء كلما كان يشتد الكرب والبلاء كانت وجوههم تشرق أكثر لأن دا يوصلون للنتيجة. واحد يشعر أنه هذه الحركة بين المبدأ والمنتهى، إحنا عندنا حركة بين المبدأ والمنتهى
مثلا أنتم مفروض أن تطالعوا مثلا دورة الجواهر، مثلا كفقيه كلما تشعرون أنكم تقتربون إلى المنتهى تشعرون بحالة فرح. المؤمن دا يؤدي وظيفته، كل يوم يقترب إلى النتيجة يشعر بحالة فرح. ما أعلم شاعرين بهذه الحالة، عندما عندكم مهمة كلما اقتربت إلى النتيجة تشعرون بحالة ابتهاج باطني. الخطباء الكرام ينقلون أن برير في صبيحة عاشوراء كان يمازح صاحبا له فرح، فقال له ذلك: وهل هذا وقت مزاح صبيحة عاشوراء؟ قال: لقد علم قومي أنني لم أمزح لا شابا ولا كهلا، ولكن هذه الجنة أمامنا. عندنا هذا الشعور أنه كل لحظة إحنا دا نقترب إلى الهدف. إذا عدنا هذا الشعور، هذا معناه حقيقة أننا أولياء لله سبحانه وتعالى. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل المعروف بعلمه وأخلاقه وورعه، ينقل هذه القضية عن الفاضل الأردكاني. الفاضل الأردكاني كان أحد العلماء قبل حوالي 124 عام توفي. وكان بعض العلماء يرجحه من الناحية العلمية حتى على الشيخ الأنصاري، هكذا كان له مقام. ينقل هذه القضية بواسطة طبعا. يقول هذا الرجل لأنه كان خلوق كان محبوبا في ليلة من الليالي، الناس يجتمعون حوله ويسألونه مسائل، فيقول لهم، يجيبهم ويقول لهم: إنني يجب أن أذهب لأنه في هذه الليلة يجب أن أموت. يذهب يخاطب ولده يقول: جئني بماء. يشرب ذلك الماء ثم يقول: سلام الله على الحسين صلوات الله عليه، ثم يقول لولده: شربت ماء هنيئا فلأمت موتة هنيئة. أي قلق، أي اضطراب. الموت فيه حالة قلق شديد جدا وخوف شديد، ولكنه لأولياء الله ما في خوف. بهذا الهدوء: يا أيتها النفس المطمئن، شربت ماء هنيئا فلأمت موتة هنيئة.
ثم ينام باتجاه القبلة ويموت. أحد العلماء كاتبين أنه في وصيته كان قد كتب أنه إذا أنا مت فلا تبكوا علي، لأنه أنا الآن أتحرر بالموت من هذا السجن المادي. إحنا الآن أرواحنا مسجونة في هذه الأبدان، مقيدين. واحد ينطلق إلى عالم آخر. الآن إذا يقولون لواحد منا تعال وعد إلى عالم الأرحام، حاضر واحد يعود؟ أبدا. كيف يترك هذه الدنيا ويعود إلى ذلك العالم الضيق؟ اللي يذهبون إلى تلك النشأة، نظرتهم إلى هذه النشأة ربما تكون أكثر من نظرتنا إلى نشأة عالم الأرحام، هواية أبعد الفاصل. ولذلك عندما يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه، يقال لبعض المؤمنين عودوا إلى الدنيا، بعضهم يعودون لكي يكونوا في خدمة الإمام صلوات الله عليه، وبعضهم يقولون لا نريد الدنيا، لا نريد العودة إلى الدنيا. وفي تلك الليلة التي توفي فيها هذا العالم، قال الذين كانوا معه إنه جمعنا وكان مستبشرا جدا وأخذ يتمازح معنا. وكان هذا الشيء عجيب لنا، لأنه هذا كان يقضي هذا العالم لياليه بالعبادة كل ليلة. الليلة ما الذي تغير فيه؟ أنه منطلق منشرح يضحك. أذن أذان الصبح، ذهب وصلى صلاة الصبح، ثم نام باتجاه القبلة وأسلم روحه إلى بارئها. إذا عدنا هذه الحالة يجب أن نعلم أننا من أولياء الله، وإذا ما عدنا هذه الحالة ينبغي علينا أن نحاول أن نوجد هذه الحالة. نختم حديثنا بأن من الأشياء الضرورية لنا محاولة أن نتذكر الموت دائما. الموت يكون نصب أعيننا. إذا حقيقة واحد دائما يكون هكذا، روحه تتغير، يتحول إلى فرد آخر. واحد يطالع الروايات التي وردت حول الموت، خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه حول الموت، يحفظ هذه الخطب، هذه المحفوظات تتحول إلى جزء من أرواحنا ونفوسنا وذاتنا. المحفوظات جدا مهم، وخطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه تحمل روح أمير المؤمنين.
واحد بهذه الطريقة يقع تحت التلمذ المباشر لأمير المؤمنين. نحن خب ما أدركنا ذلك العهد حتى نحظى بهذا التوفيق، ولكن خطب نهج البلاغة تحمل تلك الروح. إذا واحد يحفظ هذه الخطب، روح أمير المؤمنين صلوات الله عليه تؤثر في روحه. الذهاب إلى المقابر هذا شيء مهم، واحد يحاول في كل أسبوع مرة أن يذهب إلى المقابر وحيدا، لأن حالة الوحدة في المقبرة لها إيحاء عجيب. هذا الموضوع المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه ذكره في أحوال السيدة نفيسة حفيدة الإمام المجتبى صلوات الله عليه، من أحفاده يعني، الآن مدفونة في مصر. يقول إنها حفرت بيديها قبرا في دارها، وكانت تذهب إلى ذلك القبر وتصلي فيه وتقرأ القرآن، وختمت القرآن في ذلك القبر 6,000 مرة. هذا تذكر الآخرة، يعني دائما الآخرة مد النظر ونصب العين. هذا اللي واحد يذهب إلى القبر ويصلي في ذلك القبر ويقرأ القرآن في ذلك القبر، يفكر في معصية الله سبحانه وتعالى. في شهر رمضان كانت في حالة الصيام، شعرت بدنو أجلها، حالة الاحتضار عرضت عليها، فقيل لها أفطري. قالت أنا من 30 عام أدعو الله سبحانه أن أموت صائمة، فلا أفطر. وأخذت تقرأ سورة الأنعام حتى وصلت إلى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربه، وماتت بعد كلمة ربه، لهم دار السلام عند ربه، الدار اللي بعد أي آفة ماكو فيها، أي مشكلة ماكو فيها، أي منغصات ماكو فيها، مرض ماكو فيها، موت ماكو فيها. وهنالك قضية أخرى أيضا لنقلها ونختم، قضية عن الجد رحمة الله عليه، أحد الذين كانوا معه في مدينة سامراء، كان يقول كنا نتباحث معه بحوث علمية. يقول هو في كل يوم، لعله في كل يوم أو بين فترة وأخرى، كان يخرج من المدينة، وكنت أفكر إلى أين يذهب. يقول في يوم من الأيام تعقبته وذهبت خلفه، فرأيت أنه يحمل تحت عباءته شيئا ويخرج من المدينة. يقول ذهب إلى أن وصل إلى المقابر،
ماكو واحد. ثم أخرج ذلك الشيء الذي أخفاه تحت عباءته وفتحه وإذا به كفن، ارتدى ذلك الكفن ودخل في قبر مفتوح. يقول أنا اقتربت إلى ذلك القبر فرأيته يبكي في ذلك القبر ويقول، يخاطب نفسه، يا مهدي من الذي ينفعك في هذه الحفرة؟ هل هنالك أحد ينفعك إلا عملك الصالح؟ ثم بعد ذلك قرأ هذه الآية ربي، كأنه متصور نفسه انتهى، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم خاطب نفسه، يا مهدي قد أرجعناك فقم واستأنف العمل. هذا التوجه كان عند علمائنا الأقدمين. في يوم من الأيام واحد ينتهي وينتهي كل شيء. الإمام قال في تلك الخطبة فكأن الدنيا لم تكن، اللي ماتوا كأنه ما كانوا. واحد قبل أن ينتهي يجب عليه أن يتذكر تلك النهاية ويحاول أن يقدم لحياته الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين. العم حفظه الله كان يقول دعيت لصلاة ميت، في أثناء الطريق الذي أخذني إلى صلاة الميت قال لي بعنوان قصة، قال هذا الميت قبل أيام الدولة عرضت عليه أن تشتري منه أرض يملكها ب25 مليون دينار ولم يقبل، لعله كان يتوقع ربح أكثر منها. كقضية كان ينقل لي العم يقول أنا عندما ذهبت وأردت أن أمشي في هذه الخطوات إلى جنازة ذلك الميت، فجأة جاءني هذا الفكر أنه هذا الميت اللي أمامي قبل أيام كان يتمكن يوقع على 25 مليون دينار ولكنه الآن لا يتمكن أن يوقع على 5 فلوس. انتهى. إحنا أيضا كذلك الآن كل شيء نتمكن نعمل، واحد يريد يطلب العيل، يطلب العمل، يخدم، يقول، يتحدث، يكتب، الآن كل شيء واحد يتمكن يعمل. ولكن بعد أيام أو بعد فترة لا يتمكن أن يقول كلمة ولا يتمكن أن يكتب حرفا ولا يتمكن أن يخطو خطوة. هذا امتحان النهائي، يجب علينا أن نفكر في ذلك ونعد لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق